بالعفوية كنكونوا حنا هما حنا، ما كنديروش مجهود باش نوصلوا فكرة بقد ما كنخليو أحاسيسنا هي اللي تعبر، وبها باش كنتواصلوا مع الناس ونتكونيكتاو معاهم. إحساسك عمرو غيخيبك، هو اللي غيوريك الطريق باش توصل لأحلامك. وديما ما تنساش، سير بعيد في حياتك. طوال عشير زعما ما شاركوش. من بعد ما عادل تاوي لونص ستوريات في السوشيال ميديا اللي غيطلب فيها من الفولورز ديالو ومن زبناء انوي انهم يشاركوا معاه القصص ديال النجاح ديالهم، وهاد الاوديو غيهزنا من مدينة خنيفرة لأورير. أورير اللي ولدت واحد الانسان اللي غادي يعلمنا درس في العفويه، واهم حاجه غيعلمنا هي السر. وبس تعلم السر كيخص يكون معاك. الحفاوي محمد بوحريش، ملقب الحفاوي. شنو هي الحفاوي؟ علاش كيقولوا لك الحفاوي؟ الحفاوي حيتاش بعض المرات ديما نمشي الحفيان. بعض المرات ديما. الحفاوي اللي من صغره اختار يبدا من الدوار ويعيش في البحر، باع فيه في السوق وتعلم السيرف وقرا فيه بزاف ديال اللغات مع السياح. مع البروجي الحفاوي هاد شنو هو البروجي ديالك؟ طلعتي لو كور دو سيرف في سوترونجي بوغ المغاربه كلشي. يلاه درت البروجي صافي اموا ولا دو موا. هاي دونك حنا المقر لوكال لونسيت البروجي لي ريزو سوسيو اللي بعد ديريكت وليك اليوم زعما لي زون فاي ميساج الحفاوي بغيت الكور بغيت وكاين وقيلا حسن الناس اللي كيجيو باغيين يتلاقاو الحفاوي. الحفاوي غير دابا ماشي ضروري غير ماشي سيف غير الحفاوي اخويا راه هادشي انا نجي نتلاقى على الحكايه. بس دابا كاينين لي بلونش وحده كبيره وحده صغيره. لا بلونش الكبير على حساب المبتدئ، ورا بلونش الصغرى على حساب الحفاوي. لا كنتي برو كتولي عندك البلونش الصغار. حتى لا بلونش ديال بطل العالم. دابا بلاتي بطل العالم عطاك هاد البلونش هادي. دابا هذا السير غيكون احسن سيفي. احسن سيفي. انا استاذ. اوب اوب اوب. شنو استاذ فير ولا لا؟ يلا زيد زيد لا بلونش. واش فراسك واحد البلان؟ سير. اول مره غنسير في حياتي. وحق الله. نجيو. اول بوجه. نوقف ان شاء الله محال وعلى حسب ساعه فيكم في نص التواصل. واش انا تلميذ مجتهد ولا ماشي تلميذ مجتهد؟ والله تلميذ مجتهد. هذا الاستاذ اللي كنشوفو قدامي اللي علمني دابا انا واقف واش كان كيتوقع يولي بحال هكا؟ شنو الفرق بين الحفاوي ديال شحال هذه قبل ما يتعرف الانترنت والحفاوي ديال دابا؟ الحفاوي دا 2014 ما نعرفو حتى واحد الحفاوي بلا جمهور بلا والو. وهنايا سولنا الحفاوي فاش كيعاونو الريزو ديال انوي في الخدمه ديالو. لو ريزو الانترنيت عاوني بزاف سيرتو باش ندير المشروع ديالي لي نوفو كونتاكت. المهم اللي غادي هوني نير السلوت استسلم كي ولا كمي السلوت استسلم حيتاش الحفاوي يشكل زيرو اللي كي الا زيرو الحفاوي زيرو. جوج الحوايج كانوا الحلم ديال الحفاوي بروجي اي لوتر شوز سي سول في كون بروفيسيونال لي غوس فايغ وما ديجا انا لي سيرفور كلاسيت الوحيد جو بونس لي سيرفا لموجه 500 متر. صاحبي ميمي شنو اش اخبارك يا صاحبي؟ سبع سنين دابا حنا فين بديتي؟ حنا الحفاوي فين؟ الحفاوي حقا يا صاحبي شوفي كاينش لي بلونش كنت دير لي بلونش هاك كاينش صح الحفاوي فين كانوا فين وصل؟ اي واحد دابا كيسمع بهذا الاحساس بهذه البلاصه الاولى اللي كاين فيها انت دابا تقول للناس شي حاجه يحسوا بها اي واحد باغي يدير شي حاجه ثق في الراس صافي وديما حاول ديما حاول حيت اش صاحبي اخ شو واش صاحبي ايش صاحبي ما كاينش مستحيل خطوه خطوه حتى نوصلوا للماكسيموم ديال احلامنا وكاع اللي كان كيبان بعيد بالعزيمه يولي قريب. الله على نهار
ما غاديش ننساه. اول مره غنسيرفي في حياتي دونك خصني اي داد لاطه هادي ما ننساهاش. نهار داز زوين بزاف وما داز زوين غير هكاك حيت داز مع واحد الانسان اللي هو ازين هو الحفاوي. عمرني غنسى معاه زعما كيفاش هو كيتعامل ولا كيفاش كيهضر مع الناس ولا الانرجي اللي فيه. كاع الناس اللي دايرين بيه كيلقاو راسهم كيضحكوا ما عارفينش علاش. وهذه حاجه ما كتكونش عند بزاف الناس ولكن بحال الناس ملي كتلاقاهم كتعلم معاهم. اهم حاجه خصك تكون عليها هي انك خصك تكون عفوي مع الناس تكون حقيقي معاهم. ودرس اليوم هو يكفيك تكون انت هو انت.